نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي، قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، بأن يوجد الأول مع كل أفراد الآخر وبدونه، فيخص العام بالخاص وجوبا، لأن دلالة الخاص على ما تعارض فيه نص بخلاف العام، ولأن في التخصيص إعمال الدليلين بحسب الإمكان بخلاف تقديم العام، فإن فيه إلغاء الخاص بالكلية وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وسواء أتأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل، أم تأخر العام عن الخاص مطلقا، أم تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر، أم جهل تاريخهما. الشيخ والإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما زال يتحدث عن باب عظيم من أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب التعارض والتراجيح. وهذه إشكالية يقع فيها المجتهد بسبب أن الأدلة ظنية، وشأن الظن في بعض أحواله أن يتعارض، فهذه المادة وهذا الباب لفلسفة وكيفية التعامل مع الأدلة المتعارضة، كيف نتعامل معها؟ هل نتعامل معها بالنسخ؟ هل نتعامل معها بالجمع؟ هل نتعامل معها بالترجيح؟ وما ضوابط كل واحد من هذه الأمور؟ فالأمر لم يترك سدى، وإنما له ضوابط، وإنما له أدلة، وإنما له نظام في التعامل. ثم علماؤنا يعني عقلهم الحاصر قسموا هذه المتعارضات إلى صور متعددة، وذكروا منها أن يكون كل من المتعارضين بينهما يعني جهة تسمى بالعموم وجهة تسمى بالخصوص. هل المتعارضان خاصين أم عامين، أم أحدهما عاما والآخر خاصا، أم بينهما عموم وخصوص وجهي، أم بينهما عموم وخصوص يعني مطلق، أم إلى آخره. هنا يتكلم فيما قرأناه عن علاقة الخاص بعلاقة المتعارضين، وحصر هذه العلاقة بأن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، بأن يجتمع في فرد، يعني كأننا لدينا دائرتان، لدينا دائرتان، دائرة كبرى ودائرة صغرى بداخلها، يعني أن توجد مع العام كل أفراد الخاص ويزيد، يعني عندي دائرة العام دائرة فوق تحتها دائرة الخاص، يعني الخطاب الذي ورد بحكم معين في العام يشمل نفس الأفراد التي لها ورد لها حكم في الخاص ويزيد عليها. ولذلك قال بأن هذا تصوير لأن يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، بأن يوجد الأول اللي هو يا مشايخ العام مع كل أفراد الآخر اللي هو الإيه؟ الخاص، وبدونه، ويوجد كذلك بدون أفراد الخاص. هنا مش يقصد بدون أفراد الخاص يعني وبزيادة على أفراد الخاص، يعني هو يشمل أفراد الخاص
ويستوعبهم ويشمل أفراد أخرى غير أفراد الخاص. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا بأن يوجد الأول العام مع كل أفراد الآخر الخاص، ويوجد أيضا العام بدون أفراد الخاص، يعني يصدق على أفراد الخاص وعلى غيرها من الأفراد. هذا معنى الكلام، أن العام يصدق على أفراد الخاص ويصدق كذلك على أفراد أخرى غير أفراد الخاص. ماذا نصنع حينئذ؟ قال: في هذه الحالة نخص العام بالخاص، أو يخص العام بالخاص وجوبا، يعني تخصيصا واجبا. عندي دائرتين، دائرة عام ودائرة خاص. دائرة العام لها حكم ودائرة الخاص لها حكم، وبين هذين الحكمين تنافٍ. ماذا نقول؟ نقول بأن أفراد الخاص خارجين عن حكم العموم، يعني العام يتناول كل الأفراد ما عدا أفراد الخاص. حكم العام يتناول كل الأفراد ما عدا أفراد الخاص. فهمنا؟ يبقى حكم العام شامل لكل الأفراد ما عدا أفراد الخاص، هو ده تخصيص العموم. تخصيص العموم معناها إيه؟ معناها أننا نقصر العام على بعض الأفراد سوى أفراد الخاص. يبقى الخاص له حكم والعام أيضا له حكم، لكن كل الأفراد ليست مرادة من العام، إنما المراد بحكم العام ما عدا أفراد الخاص، فلها حكم ينفرد عن حكم العام. قال: لأن دلالة، انتهينا من التصوير، ننتقل بعد ذلك إلى دائرة أخرى وهي دائرة التعليل. قال: لأن دلالة الخاص على ما تعارض فيه نص. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن الخاص يدل على أفراده دلالة قوية، وأن الخاص يدل على أفراده صراحة ولا احتمال لإخراج هذه الأفراد من الحكم، بخلاف العام فإنه لا يدل على أفراده دلالة نصية، ده دلالة احتمالية، احتمال كل الأفراد تكون مراد، واحتمال بعض الأفراد، احتمال أن يكون هو عام أريد به العموم والشمول لكل أفراده، واحتمال أن يكون عام أريد به الخصوص، واحتمال يكون عام مخصوص. مخصوص يعني أنه فيما عدا أفراد الخاص. طب وعام أريد به الخصوص يعني كلي استعمل في جزئي، في احتمال، لكن الخاص ما فيهوش احتمال. فمعنى النصية هي يعني أن دلالة الخاص لا احتمال فيها، ودلالة العام يشوبها الاحتمال، وإذا تعارض ما فيه احتمال بما لا احتمال فيه قدم ما لا احتمال فيه على ما فيه احتمال. هذا هو المبدأ الفكري الأصولي الذي نظر إليه الإمام هنا، وهو تابع لمدرسة عريقة، مدرسة وضعت لها أسسا، وضعت لها منهجا، وضعت لها مبادئ، وضعت لها أهداف، وضعت لها ثمار، وهكذا. قال: لأن دلالة الخاص على ما تعارض فيه نص. قال: بخلاف العام. طيب، لأن العام ليست دلالته
على ما تعارض فيه مع الخاص دلالة نصية بل احتمالية، الاحتمال أن يكون المراد ما عدا هذه الأفراد. قال بعد ذلك: ولأن في التخصيص هذا دليل آخر، بعد أن قال أنه إذا تعارض ما فيه احتمال مع ما لا احتمال فيه قدم ما لا احتمال فيه على ما فيه احتمال، ثم تكلم على أمر آخر ودليل آخر وعلة أخرى، وهي أن التخصيص فيه إعمال للدليل، يعني عملنا بالعام فيما عدا أفراد الخاص التي حصل فيها التعارض، وعملنا بالخاص في أفراده. والعقل يقول بأننا إذا عملنا بهذا من جهة وعملنا بهذا من جهة أولى من أن نطرحهما، وأولى من أن يعني إما تطرح، ما هو القضية العقلية، إما أن نطرح الاثنين، صح كده؟ أقول لا أنا هعمل بالعام ولا هعمل بالخاص، دي حالة. الحالة الثانية إما أن ترجح أن تعمل بأحدهما دون الآخر، وهذا فيه ترجيح، وأين دليل الترجيح؟ لا دليل. يبقى دي دليل عقلي، أنك إما أن تعمل بهما معا وهذا لا يمكن لأنهما يعني حكمان متنافيان، لا يمكن أن أنا أعمل بهما معا، هذا يقول افعل كذا وهذا يقول لا تفعل كذا، لا يمكن أن أعمل بهما. رقم اثنين، طب أطرحهم، أطرح العام والخاص وأريح دماغي من هذا وذاك، وأقول طب ما أنت لو طرحت هذا وطرحت ذاك مفيش ثالث، فطرحهما معا يؤدي إلى مفسدة. طب أعمل بأحدهما دون الآخر، العمل بأحدهما دون الآخر يؤدي إلى ترجيحه، وهذا ترجيح من غير مرجح، لم يبقى لك إلا أن تجمع. هذا عمل حتمي حتى تهرب من هذه المشكلة. قال: لأن إعمال الدليلين بحسب الإمكان، فإعمال الدليلين مربوط ومقيد بالإمكان، فيما يمكن العمل به، فيما يمكن الجمع به، وليس المراد أن تعمل به عملا كاملا، لكن بحسب إمكانك، بخلاف تقديم العام. لو قدمت العام هتلغي الخاص بالكلية، لأنك هتقول إن كل الأفراد مرادة بالحكم، وهنعمل بالعام ونطرح الخاص، يبقى قدمنا العام على الخاص ورجحناه على الخاص، وهذا ترجيح بغير مرجح وهو باطل. وإما أن تلغي العام مطلقا من كل الوجوه وتعمل بالخاص، يبقى رجحت الخاص على العام من غير مرجح. وإما أن تعمل بالعام في أفراده فيما عدا الأفراد التي تناولها الخاص في تلك الأفراد، وأعمل بالخاص في أفراده، يبقى أيهما أحسن؟ أنا أعملت بالعام في الأفراد التي لم يشملها الخاص، وعملت بالخاص في أفراده التي هو نص فيها. قال: لأن فإن فيه إلغاء الخاص بالكل أصالة في كل وجه، من كل وجه، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. أولى هنا ليست على بابها، ليه؟ لأن أولى لو قلنا على بابها إعمال الدليلين أفضل من إلغاء أحدهما، يبقى العمل والإلغاء اشتركا في أصل الفضل، مع أن العمل محتم وواجب والإلغاء ممنوع،
فأصبحت أولى هنا على غير بابها، ليس المراد بها التفضيل. أفعل التفضيل يقتضي المشاركة مع زيادة أحدهما على الآخر في أصل الصفة. ولذلك لما تقول أولى، يعني إيه أولى؟ يعني أحق، أفضل، أحسن، يعني كمان الإلغاء في حسن والعمل في حسن، إلا إن العمل حسنه أعلى من حسن الإلغاء، وهذا يعني أننا نجوز الإلغاء ونحن لا نجوز الإلغاء. ولكن يبقى هنا أولى ليست على بابها، بمعنى أن إعمال الدليلين حق، أحق ومحتم عن أن يترك أو عن أن يعمل به الإلغاء، أولى من إلغاء أحدهما. وتخصيص العام في هذه الحالة في كل الأحوال، سواء تأخر الخاص، يعني سواء تأخر الخاص عن العام، والتأخر إما أن يكون عن وقت الخطاب، يعني سواء تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل، يعني ورد أولا العام ثم بعد ذلك، يبقى هنا بيقول سواء أتأخر الخاص ثم بعد ذلك ورد الخاص، لكن ورد الخاص بعد ورود العام بغير وقت العمل، يعني لم يدخل وقت العمل، خطبنا أولا بالعام وتأخر الخاص ولم يدخل وقت العمل، ثم بعد ذلك أتى ونزل ووصلنا الخاص قبل أن نشرع في العمل، فهذا اسم تأخير عن وقت الخطاب لا عن وقت العمل، وذلك جائز ولا شيء فيه ولا محال. وقد تكلمنا عن قرب هذه المسألة أو قريبة من هذه المسألة في مسائل البيان. يبقى خطبنا بالعام ثم بعد ذلك تراخى ولم يدخل وقت العمل، فخطبنا بعد ذلك بالخاص ولم يدخل وقت العمل، هل يجوز؟ ويصح، ويكون الخاص مخصص للعام. طيب، أم تأخر العام عن الخاص مطلقا؟ في حالتين، تأخر العام يبقى ورد الخاص أولا ثم دخل الوقت وعملنا بالعام ثم ورد الخاص، هيخصص الخاص؟ لا، ده بالعكس بقى، اللي هو أم تأخر العام عن الخاص، يعني ورد الخاص أولا فعملنا به ثم بعد ذلك ورد العام، فما الحكم؟ قال العام يكون مخصصا بذلك الخاص، ورد الخاص ولم يدخل وقت العمل ثم بعد ذلك ورد العام ثم بعد ذلك ورد دخل وقت العمل، يبقى العام يكون مخصوصا بذلك الخاص. يبقى هنا معنى الايه؟ معنى الاطلاق انه في الصورتين، سواء دخل وقت العمل او لم يدخل، تاخر عن الخطاب او لم يتاخر. ام تقارنا، او تقارنا، معنى التقارن هنا ان ياتي احدهما عقب الاخر بلا مهله. قال بأن عقب أحدهما الآخر، يعني ورد بعده مباشرة بلا مهلة. أم جهل تاريخهما، ورد إلينا في النصوص ولا نعلم التاريخ، متى تقدم هذا، متى تأخر هذا، متى لا نعلم، ليس لدينا طريق من الطرق التي نعلم بها تقدم هذا وتأخر هذا، نعلم بهما الزمن، زمن الورود. ففي كل هذه الأحوال يخصص الخاص العام، وسواء أكان معلومين، يعني متواترين من كتاب أو سنة، أم مظنونين، يعني آحاد، أم كان العام مظنونا
يعني نقل إلينا بطريق الآحاد، والخاص معلوما يعني مقطوعا بوروده بأن يكون من كتاب أو سن من كتاب أو من سنة متواترة، أم بالعكس يعني كان العام مقطوع به في الورود وكان الخاص مظنون، لأن تخصيص المعلوم بالمظنون جائز على الصحيح. تخصيص المعلوم يعني المقطوع بثبوته يجوز أن يخصص بالمظنون الثبوت. ليه؟ لأننا في التخصيص إنما نتعامل على الحكم، والحكم ما ثبت إلا بالظن، يعني طريق سنة إلى الحكم النص اللي هو الإسناد شيء والدلالة شيء آخر، دلالة هذا ظنية ودلالة هذا ظنية، فالظن يخصص الظن من حيث الدلالة، وأما من حيث النقل فالنقل أمر آخر. قال لأن تخصيص المعلوم بالمظنون، المعلوم هو الذي يكون في هذه الصورة عام، يعني تخصيص العام المعلوم بالخاص المضمون جائز. نقولها تاني عشان ليه يعني ترسخ في عقولكم، لأن تخصيص العام المعلوم أي سندا لا حكما بالمظنون، يبقى بالخاص المظنون حكما وسند، جائز يعني صحيح ومقبول على الصحيح. أما إذا تأخر الخاص عن دخول الوقت العمل بالعام المعارض له، تأخر الخاص عن دخول وقت العمل بالعام المعارض له فإنه ينسخ العام. دي وقضة تانية، ورد العام عملنا به ثم ورد الخاص، هل يا ترى يكون الخاص ناسخ بقدره من العام أم يكون مخصصا؟ هنا بيقول اختار أنه ناسخ. قال أما إذا تأخر الخاص عن دخول وقت العمل بالعام المعارض له فإنه ينسخ. ليه؟ قال والله هنقول بالنسخ، لأنه لو لم نقل بالنسخ هيلزم على هذا مفسدة. إيه هي المفسدة؟ أن البيان يتأخر عن وقت العمل، وتأخير البيان عن وقت العمل لا يجوز، لأنه تكليف بما لا يستطاع وهو غير واقع. ليه؟ لأن أولا العام ده هل أريد به كل الأفراد ولا أريد به بعض الأفراد فيما عدا أفراد الخاص؟ قد وقد. طب عايزين بيان، إن تأخر البيان عن وقت العمل فقد كلفنا بما لا نستطيع، هل يا ترى نعمل بأفراد العام ولا نعمل بأفراد الخاص؟ نحن لا نعلم ومترددين ومأمورين إن احنا نعمل، كما إذا قلت لك اذهب إلى مكان في بلدة من بلاد الله في الساعة الثامنة، هل تستطيع أن تكلف؟ لابد أن أبين لك أين المكان وكيف تصل إليه إلى آخره، لأنني سأتوجه إلى هذا المكان وهذا المكان مجهول، والتوجه إلى المجهول محال، قصد المجهول محال. هقصد إيه؟ ما هو القصد ده من خلاله هسير. ها فين بقى مقصدك؟ يمين شمال جنوب شرق غرب؟ أنا حيران، لا أستطيع أن أنفذ ولا أستطيع الامتثال، لأنني قد أذهب إلى يمين فيكون المراد الشمال، إذا خالفت وقعت في خطر وهلكت. فتأخير البيان عن وقت العمل يؤدي إلى التكليف
بما لا يستطاع، فإنه ينسخ العام بالنسبة إلى ما تعارض فيه. وخلي بالك دي تعدل ما مضى، لأن احنا في السورة السابقة عند قوله مطلقا دخلنا السورة دي، لكن السورة دي خرجت. فيما تعارض فيه يعني في القدر، في الأفراد التي تعارض فيها العام والخاص، اللي هي أفراد الخاص، لأن أفراد الخاص العام يثبت لها حكما والخاص يثبت لها حكما آخر. هذه الأفراد التي أثبت لها العام حكما وأثبت لها الخاص حكما، هذه الأفراد تكون منسوخة بدليل الخاص. مثاله تخصيص خبر الصحيحين فيما سقت السماء العشر، فيما سقت يعني في كل ما سقت السماء العشر، سواء كان خمسة أوسق أو كان أقل من خمسة أوسق. طيب بخبرهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الخبر الأول يفيد أن الزكاة واجبة في كل قدر، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان فوق خمسة أوسق أو خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، لأن دلالة العموم هذه يعني مقتضاها، لأنه قال فيما يعني في كل ما، يعني في كل الذي سقته السماء العشر. والذي سقته السماء قد يكون خمس أقل أعلى. نستفيد من هذا أن الزكاة واجبة في كل وزن وفي كل مقدار، ده كمان في جهة عموم أخرى، وفي كل نوع مما سقته السماء، حتى الفجل والجرجير والكرات والبطيخ والبقدونس والنعناع والشمام، عارفين الشمام ما هو؟ والرز، عارفينه ولا ما تعرفوش؟ هو أكلكم. طيب الخبر الثاني ليس فيما دون خمسة أوسق صادق. يبقى هذا الحديث خاص في الكم، لأنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صادق، يعني خمسة أوسق فما تحت، ليس فيما دون الخمسة أوسق، مش خمسة أوسق نفسها، الخمسة أوسق فيها الزكاة فما فوقها، ولكن فيما دون خمسة أوسق. خمسة أوسق يعني عاملة ستين صاع، كم؟ ستين، يعني بالمصري بالوزن عاملة 625. طيب ده تقريبا، كل ده تقريبا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى هذا يقول بأن ما دون الخمسة أوسق لا زكاة فيها. والحديث الأول يقول بأن الخمسة أوسق، ما تحت الخمسة أوسق، ما فوق الخمسة أوسق يجب فيها الزكاة. وهذا الحديث يقول ما تحت الخمسة أوسق لا زكاة فيها، الخمسة أوسق فيها زكاة، ما فوقها فيه زكاة، فتعارضا فيما دون الخمسة أوسق. الحديث الأول فيما سقت السماء العشر يوجب الزكاة في الخمسة أوسق، يوجبها ولا لا يوجبها؟ يوجبها، ويوجبها فيما دون ويوجبها فيما فوق. والحديث الثاني لا يوجبها فيما دون، فقد تعارض في هذه الناحية، الأول يوجب الزكاة فيما دون خمس والثاني لا يوجبها، لكن الأول عام والآخر خاص، فيخصص الخاص العام، بمعنى إن العام
يبقى دالا على ما دون الخمسة أوسق فيما سقط السماء العشب. يبقى جنبيها كده تكتب كده بعقلك، سواء كان خمسة أوسق فما فوق، وما دونها خرج، خرج من دلالة العام، لا يدل العام على هذا. وإن كان كل واحد منهما، انتبه لأن المسألة القادمة مسألة تحتاج إلى تركيز، تركيز شديد. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه باعتبار جهة أخرى، يعني اللي احنا بنقول عليهم ايه، بينهما عموم وخصوص وجهي، وضربنا لهم مثال بالخاتم والحديد، صح؟ وقلنا بأن الخاتم والحديد بينهما جهة التقاء، والحديد له جهة افتراق، والخاتم له جهة افتراق، فيجتمع الحديد والخاتم فيما إذا جعل الخاتم من حديد، وينفرد الخاتم بما إذا جعل من نحاس، من فضة، من ذهب، وينفرد الحديد فيما إذا جعل سيارة أو طيارة، طائرة يعني نقولها كده، يعني طيارة، طيارة فوق وطيارة تحت، واخد بالك؟ يعني عشان السجعة، يعني سيارة يبقى قدامها كده على نفس المساحة طيارة، يعني غير كده في اللغة عشان يعني تبقى مستحسنة. طيب يبقى هنا النص بينهما جهة افتراق وجهة اجتماع، يجتمعان في فرد وينفرد كل واحد منهما في فرد آخر. طب هنعمل ايه؟ قال بأن كان يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في الآخر في صورة، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. بسيطة جدا، ده ليه جهة خصوص وده ليه جهة خصوص، وده جهة عموم وده جهة عموم. هاخد خصوص الجهة الأولى وأخصص بها عموم الثاني، وأخذ خصوص الثاني وأخصص به عموم الأول، بس خلص. تعملها ازاي؟ اكتب كده في ذهنك عموم وتحتيه خصوص، وفي العمود الثاني كنا بندرسها وإحنا أولاد صغيرين في الحساب، عموم واكتب تحته ايه؟ خصوص. اعمل كده عمود، يعني ايه عمود؟ صف، اكتب كده عموم وتحتيه خصوص، وفي جهة مقابلة اكتب عموم وتحتيه خصوص، خد بالخط من خصوص الأول إلى عموم الثاني، ومن خصوص الثاني إلى عموم الأول، بس كده بشكل هندسي. هنعمل بقى، يلا بقى نضرب أمثلة، هي دي كده الطريقة الهندسية، الخصوص ونطلعه للعموم بخط، ومن الخصوص هنا نطلعه للعموم الأول، بس كده يبقى خلصت، فكنا التعارض، لأن الأول له جهة عموم وجهة خصوص، والثاني له جهة عموم وجهة خصوص، نأخذ جهة خصوص الأول ونخصص بها عموم الثاني، وجهة خصوص الثاني ونخصص بها عموم الأول، بس كده خلصت سهلة. قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر،
وجوبا. وجوبا يعني ايه؟ ده وجوبا على الفقيه المجتهد بان امكن ذلك. لان انا عندي حالتين، عندي حاله لما اخذ خصوص الاول واخصص به عموم الثاني، واخذ خصوص الثاني واخصص بها عموم الاول، ينفك التعارض ويمكن ذلك. وفي صوره اخرى لو حاولت ان انا اعمل كده مش هيتفك التعارض. يبقى فيما اذا امكن التعارض نفعل هذا وجوبا، واذا لم يمكن فك التعارض حتى لو فعلنا هذه الطريقه يبقى لا نفعلها، بل نطلب الترجيح من شيء اخر، كما سياتي الكلام والتنبيه على ذلك في محله ان شاء الله تعالى. مثاله حديث ابي داود وغيره: اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه او ابن ماجه في لغتين: اذا بلغ الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب، يعني غلب على احد اوصافه من الريح والطعم واللون، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. غلب يعني ايه؟ يعني ريحه النجاسه غلبت على ريحه الماء، ولون النجاسه غلب على لون الماء، وطعم النجاسه غلب على طعم الماء. يا سلام. طب ماذا نصنع؟ اقرا من اول النصين. يبقى عندي الحديث الاول اللي هو ايه؟ اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس. يبقى هنا في جهة خصوص. فين جهة الخصوص يا مشايخ؟ القلتين، خصوص القلتين. فين جهة العموم؟ تغير أو لم يتغير، دي جهة عموم، صح كده؟ يبقى إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، سواء تكتب جنبها كده تغير أو لم يتغير، وتكتب فيها جهة عموم. ودي مبنية على إيه بقى يا مشايخ؟ إن العام في الأشخاص عام في الأحوال. الماء يعني كل ماء، يبقى هو عام في الماء، يبقى سواء كان بقى الماء تغير او لم يتغير يبقى العام في ايه؟ مش حد هيقول لك الكلام الدقيق ده يعني، الا من كان له غور في الاصول والفقه. فين جهة بقى العموم؟ تغير او لم يتغير. فين يعني الله قال لك العام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة والامكنة. فالتغير وعدم التغير ده يعتبر بالنسبة للماء ايه؟ حال. طيب التاني بيقول ايه بقى؟ الحديث التاني ما هو بيتكلم، بس انت استنطقه وانت تتكلم معاه. قال: الماء لا ينجسه شيء. الماء الله قليلا أو كثيرا، لأنه يشمل كل أنواع المياه. يبقى هنا شامل للإيه؟ للقليل والكثير. إلا ما غلب، ده إيه؟ خاص في المتغير، وده مذهب الإمام مالك. خلي بالك بس، مذهب الإمام مالك كان الإمام البجوري يقول لك: وفيه فسحة لمن أراد أن يقلد. عشان الأئمة بيفهموا، أصل يا إخوانا الفقه ده إنما جعل من أجل التعبد، فهم بينبهوا على يعني مجال التعبد، هتتعبد بإيه؟ وفيه فسحة. فسحة يعني مش الفسحة بتاعت المدرسة يا محمد. فيه فسحة يعني فيه سعة، فيه تيسير.
طب هو بيقول كده ليه؟ لأنه ابتلي بالإفتاء. من ابتلي بالإفتاء يجد أن هناك حرج على الناس، فيحاول أن يجد لهم بعض الحلول من أجل أن يرفع عنهم المشقة الشديدة والعنت، من أجل يعني بعض الأهرام. ودي وظيفة الفقه، أرى أن وظيفة الإفتاء يعني أنها يعني تكون مرنة بحيث تخرج الناس من الكبوات والهفوات والمشقات بآراء معتمدات لا بأقوال شاذة مضرورات. وكلها النهاردة سجعات في الدرسات. نعمل ايه بقى مشايخ؟ نصلي على النبي اول حاجة، لان الصلاة على النبي باب الفتوح وباب الهداية وباب اللطف وباب المحبة. بالصلاة على سيدنا النبي فين خصوص الأول؟ اللهم صل على سيدنا النبي، خد خصوص الأول اللي هو تكتب جنبه كده خصوص القلتين. ونخصص به عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء. نقول الماء ايه؟ الماء القلتان. سليم كده؟ انا هو بذاكر معاك. يبقى الماء القلتان، يبقى هو الماء قلتان يعني خصصناه. طب وخصوص الثاني اللي هو ايه؟ المتغير، خاص في المتغير. فين عموم الثاني؟ ده خصوص الثاني. فين عموم الاول؟ تغير او لم يتغير، ده عموم الاول. العموم الأول تغير أو لم يتغير، نخصص به إيه؟ نخصصه بقوله صلى الله عليه وسلم بالمتغير. يبقى نقول إذا بلغ الماء قلتين وتغير فإنه لا، لا ده الثاني في التغير، يبقى سواء تغير أو لم يتغير، يبقى إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. يبقى إذا تغير، صح كده، يبقى إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير. يبقى هنخصص بإيه؟ هنخصص ب تغير أو لم يتغير. نقوم مخرجين إيه بيه؟ تغير. يبقى كمان النص بعد الإخراج إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير فإنه لا ينجس. يبقى النص بعد التخصيص هيبقى معناه إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين ولم يتغير فإنه لا ينجس. والتاني هنقول بقى الماء القلتان لا ينجسه شيء إلا. بس كده فهمنا؟ فهمنا بقى؟ أنا ما فهمناش. الله، نقولها تاني برضه. فالأول خاص بالقلتين، عام في المتغير وغيره. يبقى لو انت بتذاكر تعمل ايه؟ تكتب كده عام واكتب تحتها خاص، والناحية الثانية عام وخاص. تحت العام هتكتب ايه؟ في الأول
عام تغير أو لم يتغير، والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، لأنه قال الماء لا ينجسه شيء، الماء يعني قليل أو كثير، وهناك قال إيه إذا بلغ الماء قلتين، يعني تغير أو لم يتغير، والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول اللي هو يا مشايخ المتغير أو غير المتغير بخصوص الثاني اللي هو إيه بالمتغير، حتى يحكم اللي أنا قلت لك عليها في الآخر، اكتبها جنب النص، بأن ماء القلتين ينجس بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة. يبقى هتكتب جنبها إيه؟ بتقول كده هو الماء القلتان، الماء القلتان لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. خلص. طب وحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجسه شيء إذا لم يتغير. طب إذا تغير يبقى ينجس، مع أن هنا مشي في طريقة تانية، بأن ماء القلتين ينجس بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة، وخص عموم الثاني بخصوص مفهوم الأول. خص عموم الثاني اللي هو إيه الماء لا ينجسه شيء، ده عام. طيب خصصنا بإيه؟ قال بمفهوم الثاني اللي هو إيه؟ إحنا بنقول إذا كان الماء القلتان لا ينجسه شيء، طيب إذا كان الماء أقل من القلتين إيه اللي يحصل؟ يبقى ينجس، لأن أنا عندي إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، يعني أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير. طب ما أنا عندي الحديث الأول بيقول الماء لا ينجسه شيء، فالحديث هنا إلا ما غلب بيقول إن الماء ينجس بالتغير، وأما إذا كان قليل ولم يتغير فإنه لا ينجس. ما هو ده برضك إن إحنا هنخصصه، ما أنا عندي عموم وخصوص وعموم وخصوص. قال وخص عموم الثاني اللي هو عموم الثاني اللي هو إيه عندي الماء لا ينجسه بخصوص مفهوم الأول. مفهوم الأول اللي هو إيه إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير. هناخد المفهوم ده وهنخصص به الماء لا ينجسه شيء، ويكون الماء لا ينجسه شيء إذا كان أقل من قلتين، ده مستثنى لأنه خصص بحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس بمفهوم هذا الحديث. يعني أخذنا مفهوم حديث القلتين وخصصنا به عموم حديث الماء لا ينجسه شيء. المفهوم يقول بأنه إذا كان أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس سواء تغير أو لم يتغير. الحديث الثاني الماء لا ينجسه شيء يقول بأن القليل لا ينجس إلا بالتغير والكثير لا ينجس إلا بالتغير، فوقع بينهما تعارض. هنعمل إيه؟ هنقول هناخد مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين اللي هو أنه إذا وقعت في الماء القليل نجاسة فإنها
تنجسه ولو لم يتغير. نخصص به عموم الماء. يبقى أول حاجة عندي الدني إيه؟ إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير ولو لم يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ولذلك قال وخص عموم الثاني، دي جهة ثانية، بخصوص مفهوم الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة. وذكر المؤثرة لأن ليست كل نجاسة يلزم منها التنجيس، لأن ممكن تكون وقعت فيه ذبابة، ووقوع الذبابة بطريقة نص عليها الفقهاء لا يقتضي التنجيس، يبقى هي نجاسة غير مؤثرة. وإن لم يتغير يبقى ولا يضر في صحته، ولا يضر في صحة التمثيل بهذين الحديثين ضعف الاستثناء في الحديث الثاني، كما قاله جمع من أئمة الحديث منهم البيهقي، لأنه هو بيقول إن اللي مروي الماء لا ينجسه شيء، وأما إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه ده يعني ورد بطريقة ضعيفة. لكن احنا عندنا قاعدة مهمة جدا، أن المثال لا يقدح فيه أي احتمال، لأن ده لم يرد به تأسيس أصل فقهي ولا قاعدة فقهية ولا حكم شرعي، إنما أريد بالمثال أن توضح القاعدة الكلية. إيش القاعدة الكلية؟ كذا، أتي بالمثال من أجل توضيح القاعدة الكلية. ولذلك كان من أقوالهم أنه لا يضر في المثال أو لا يناقش في المثال فحول الرجال، لا يناقش في المثال إلا فحول الرجال. لماذا؟ لأن المثال يكفي فيه الاحتمال، المثال يكفي فيه الاحتمال، لأنه مش مراد لذاته، ده مراد لتقريب القاعدة، مراد لتوضيحها فقط. لأن عايز أقول لك إن في أصل فقهي من وراه، ولا حكم ولا إلى آخره، حتى تعترض. ولذلك علماءنا قالوا طب ما هو البيهقي قال إن ده ورد بطريق ضعيف، قال مش مهم، لأن إحنا مش عايزين نستنبط منه حكم، إنما أردنا أن نمثل به فقط. طيب يا مشايخ، نخش ندخل بقى على نقرأ الثاني اللي هو حصل تعارض ولكن لم يفك التعارض بالجمع، جمعنا لم ينفك التعارض، يبقى نعمل ايه؟ نطلب الترجيح من خارج. ولذلك قال وخرج بما ذكر، بما ذكره اللي هو إيه ذكره؟ ها؟ أهو قال لك أهو بأن أمكن ذلك، وخرج بما ذكره أمكن ذلك، ما لم يمكن فيه ذلك، ما إذا لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. يعني إحنا طلبنا التخصيص فلم نجد أن التخصيص يفك التعارض، مع التخصيص ما زال التعارض موجود، يبقى حينئذ لابد من الترجيح. لكن انظر إلى حديث القلتين ده، وجدنا أنه بعد التخصيص الحديثين بينهم تطابق في المعنى. قال وخرج بما ذكرهما إذا لم يمكن تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فإنه يطلب، يطلب يعني يبحث. وأطلق على المبحوث مطلوب باعتبار يعني أن المبحوث أول البحث فيه الطلب،
ان نفسي بتتوجه اليه وبتسلك الطريق الى يعني المراد. فانه يطلب يعني يبحث عن الترجيح بينهما باي طريق من طرق الترجيح فيما اذا تعارض فيه من جهة أخرى، فيما إذا حصل التعارض بين الدليلين من جهة العموم والخصوص بينهم ليعمل بالراجح. يعني سبب الترجيح أننا أردنا أن نعمل بالراجح وأن نترك المرجوح. والمرجحات مبسوطة في المطولات، يرجح بعلو السند أي بقلة الوسائط بين المجتهد وبين الناقد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما المجتهد بينقل زي مسند الإمام الشافعي، في وسائط ما بين سيدنا الإمام الشافعي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما كان أقل وسائط يبقى أقل احتمال للخطأ. مثاله الأحاديث الطالبة للصلوات. أنا عندي الأحاديث الطالبة للصلوات، عندي الأحاديث عامة في طلب الصلاة حيث إنها أمرت بالصلاة والاستكثار منها في كل وقت. الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل، وهذا يفهم أنه تطلب الصلاة في أي وقت من الأوقات، ليس وقت دون وقت. كالتحية، مثال الأحاديث الطالبة للصلوات مثل التحية. عندي حديث التحية: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. وهنا أطلق ولم يحدد حالة، إذا دخل يعني في أي وقت من أوقات الدخول، سواء كان بعد الظهر قبل الظهر بعد الفجر قبل الفجر، في أي وقت من الأوقات. وكذلك الكسوف، فالأحاديث الطالبة للكسوف لم تقيده ولم تحدده بوقت دون وقت. طيب جميل، أنا عندي أوامر عامة طالبة للصلوات، وعندي أحاديث تنهى عن الصلاة في بعض الأوقات. أحاديث تنهى عن الصلاة في أوقات معينة، في الأوقات المكروهة. فإن الأولى اللي هو الأحاديث الطالبة للصلوات، الأولى الأحاديث الطالبة للصلوات، فإن الأولى خاصة، لا، فإن الأولى عامة في الأوقات اللي هي الأحاديث الطالبة للصلوات، تكتب جنبها إيه؟ عامة في الأوقات، لم تخصص وقتا دون وقت، خاصة بتلك الصلوات، خاصة بالصلوات التي وردت فيه اللي هي التحية والكسوف وغيرها أيضا، لكنها خاصة بتلك الصلوات. يبقى جهة العموم فين يا أولاد؟ في الأوقات. وجهة الخصوص بعض الصلوات. سليم، نمسك التاني اللي هو التاني، الثاني اللي هو النهي. عام في الصلوات، خاص ببعض الأوقات. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أن نصلي يعني في خمسة أوقات، أي صلاة يبقى هي عامة في الصلوات، خاصة ببعض الأوقات. طيب يا مشايخ، والثانية عامة في الصلوات خاصة ببعض الأوقات، أنهي أوقات؟ قال وقت الكراهة. مش هينفع نجمع ما بين، لأننا لو جمعنا، لو خصصنا عموم أحدهما بخصوص الثاني مش هنخرج من المشكلة ويظل التعارض قائم. ماذا نصنع؟ قالوا نرجح أحد يعني الحديثين على الآخر، وترجحت الأولى وهي الأحاديث الطالبة للصلوات اللي هي خاصة بالصلوات عامة في كل الأوقات. قال وترجحت الأولى بأنها لم يدخلها تخصيص، اللي هي إيه؟ الأحاديث الطالبة للصلوات كتحية المسجد والكسوف، لم يدخلها تخصيص. فين المخصصات بتاعتها؟ ما مش موجود. وأحاديث النهي لا مخصوصة. مخصوصة بإيه؟ مخصوصة بالفائتة، لأن أوقات النهي لا تشمل الصلاة الفائتة. الصلاة الفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لخبر الصحيحين أو من نام، يعني كل من نام عن صلاة أو من نسي صلاة، نسي يعني ترك، سواء كان ذلك الترك يعني ترك متعمدا أو بغير عمد، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها، وسمها كفارة يعني لا على وجه أن ذلك جريمة، ولكن من قبيل يعني الإيه؟ تسمية المجازية. فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. طيب ما هي؟ يبقى ده استثناء من أحاديث النهي، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكمان السنة العملية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، حيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم فاتته ركعة سنة الظهر فقضاهما، أي سنة الظهر بعد صلاة العصر. طب ما هو بعد العصر ده وقت كراهة لمن فعلها، لأن إحنا عندنا أوقات الكراهة خمسة تفصيلا ثلاثة إجمالا، وفي صلوات متعلقة بالوقت ومتعلقة بالفعل. بعد الصبح وبعد العصر الكراهة لمن فعلهما. وعندي ثلاثة متعلقة به، ها الأزمان، بعد عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، دي واحدة، عند الاستواء قبل الظهر ب 3-4 دقائق، بعد يعني عند احمرار الشمس إلى أن تغرب، هذه خمسة. وبصلاة الجنازة، فصلاة الجنازة مستثناة، بمعنى أنه لو دخلت هذه الأوقات وكانت هناك جنازة فإنه يصلي عليها في ذلك الوقت. فإن ابن المنذر نقل الإجماع عليه على إن ذلك مستثنى. يبقى ما دخله تخصيص يكون يعني مؤخرا عما لم يدخله تخصيص، لأن ما لم يدخله تخصيص كأنه مراد بكل الأفراد، تقوت إرادة كل الأفراد بعدم التخصيص، وما دخله تخصيص
انفتح فيه باب الاحتمال، انفتح فيه باب التخصيص وباب الإخراج. ومثاله أيضا حديث البخاري: من بدل، يعني كل من بدل، سواء كان رجلا أو امرأة، رجلا كان أو امرأة، دينه يعني دين الإسلام دين الحق فاقتلوه. مش اقتلوه ده خطاب يعني ليس لأحد الناس كما تفهم يعني بعض الذين يستبيحون دماء الناس، ده خطاب للحاكم. يبقى فاقتلوه. اقتلوه ليه؟ قال لأنه بيكدر السلم والأمن العام، يعني العبارات الحديثة، لأنه فتنة ولأنه خطر على المجتمع ولأنه بيشوش عقول الناس، وقد يضطرها أو قد يضحك على بعض المغفلين لأن يترك دينه. يبقى إيه؟ يبقى حصل خلل عام في المجتمع. طبعا على كل حال احنا درس أصول مش درس فكر. قال فاقتلوه. وحديث الصحيحين أنه نهى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء. يبقى هنا عندي ده في عموم الأولان، عمومه فين؟ في الرجال والنساء. طب خصوصه فين يا أولاد؟ في تبديل الدين. طب والثاني عام في نهى عن قتل النساء خاص بالنساء، عام في يعني الايه؟ اي طب انا هقول اهو، نهى عن قتل النساء، يبقى ايه ده؟ خاص في جهة النساء. عام في الحربيات والمرتدات والمسلمات إلى آخره. فالأول عام في الرجال والنساء، لأنه بيقول من ومن صالحة للرجال والنساء، خاص بأهل الردة لأنه قال بدل دينه. والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات. طيب تعرض فين بقى؟ تعرض في المرتدة. الحديث الأول بيقول لك اقتلوها قتل عدوى ثمود، والحديث الثاني بيقول لك ايه؟ لا تقتلها. قال فتعارض في المرتدات هل تقتل أو لا، والراجح أنها تقتل. ليه؟ قال لأننا رجحنا عموم الأول على عموم الثاني. قال والراجح أنها تقتل ترجيحا للحديث الأول اللي هو من بدل، بأنها تقتل بالزنا. قال من ضمن المرجحات حديث الأول بيقول لك من بدل دينه، طب ما هو جاري ومساوي لغيره من جزئيات الشريعة، فإنها تقتل إذا قتلت، وإنها أيضا تقتل إذا زنت وكانت محصنة. قال بأنها تقتل بالزنا. يبقى دخل ترجيحا للحديث الأول بأنها تقتل بالزنا بعد الإحصان، يعني بشرط أن تكون محصنة. فكذلك بالكفر، فإذا كانت تقتل بالزنا الذي هو فعل ليس فيه إشراك بالله وليس فيه تبديل للدين، فمن باب أولى أنها تقتل به يعني الردة، لأن الردة عمل خطير يخلد صاحبه في النار، بخلاف الزنا لا يخلد صاحبه في النار،
فقسنا القتل بالزنا، قسنا القتل بالردة على القتل بالزنا. يبقى القياس يؤيد هذا. قال فكذلك بالكفر بعد الإيمان كالرجل، قياسا على الرجل، لأنه كما أن الرجل يقتل بالردة بعد الإسلام فكذلك المرأة تقتل بالردة بعد الإسلام، وكما أن المرأة تقتل بالزنا كذلك تقتل بتبديل الدين. والحديث الثاني محمول بدليل سياقه على الحربيات. لا ده الثاني، لما تقرأ كده سياق الحديث والقصة اللي ورد فيها تجد إنه هو يدل على أن الكلام ده لا مش لكل المرأة، ده للحربيات فقط، يعني في حال الحرب، يعني المجندات الإسرائيليات في الحرب دول حربيات، واخد بال حضرتك؟ يبقى يقتل ولا لا؟ والله يعني إذا رأى الحاكم، لأن هم إذا أسرناهم فلنا الحاكم له أن يفعل فيهم ما شاء. طب هي بتقتلني في ميدان المعركة، أقول والله أنا مع النص، نهى النبي عن قتل النساء وأنا مع عموم النص، طب ما بتقتلك. يبقى هو الحديث محمول على الحربيات إذا تمكنت منهن. نهى عن قتل النساء، أنت تمكنت من هؤلاء الإسرائيليات في الحرب في 73 مثلا يعني، وكانوا بيحاربوا، ما احنا لازم نخص بدل ما يعملوا لنا مشاكل، ها، وتمكنا من الإسرائيليات في الحرب، ما تقتلهمش، سلمهم لحضرتك للجيش الأول أو الثاني أو الثالث، والقانون الحربي هو يتصرف فيهم بما يشاء، إما أنه هو يفديهم، إما أنه هو يعني يفعل بهم ما يشاء. والحديث الثاني محمول بدليل سياقي على الحربيات، ولذلك قال شيخ الإسلام وقد يرجح الخبر الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات. قال الإسنوي إذا تعارض العام العري عن السبب والعام الوارد على سبب، يعني العام العري عن السبب كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والعام الوارد على سبب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء يعني الحربيات. قدم الأول، قدم الأول اللي هو إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه، لأن المراد منه العموم. والثاني لا، ده الثاني فيه اختلاف أنه مراد به السبب، وما كان يعني لا خلاف في أنه أريد به العموم أولى ومقدم مما كان هناك خلاف في إرادته العموم أو عدم إرادة العموم فيه. قال قدم الأول، وكأن القرينة المذكورة هي أن المقصود بالنهي حفظ حق الغانمين. قال لك ونهى عن قتل النساء ليه؟ نهى عن قتل النساء حتى نحفظ للغانمين حقوقهم، لأن دولت هيبقوا أسارى في أيدينا، وبعد ذلك الذي غنمهم هيوزع الغنيمة على المقاتلين وإلى آخره. ده الكلام ده يعني في محله وزمانه. ومن هنا كان المذهب عند الشافعية أن المرتدة تقتل، ده المذهب كده، وده علم للتدريس، أما للإسقاط والاستنباط والواقع لا، دي قضية تانية خالص. وخرج بقوله، بقول المصنف نطقان الفعلان، كلم على أن النطق يحصل فيه التعارض، وأما الفعل فالمشهور أنه لا يقع بينهما تعارض. يبقى خرج بقوله نطقان الفعلان، وخرج أيضا الفعل والقول فيما إذا تعارض القول والفعل. فأما الفعلان فالمشهور أنه لا يقع بينهما تعارض، لا يقع بين الفعلان تعارض. ليه؟ لأن الفعل ملوش جهة عموم حتى يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا، يبقى لا يقع بينهما تعارض حتى يكون أحدهما ناسخ للآخر أو أحدهما مخصص للآخر. يبقى ما دام ما فيش تعارض يبقى ما فيش نسخ، يبقى ما فيش تخصيص، يبقى لا تعارض بينهما، لاحتمال أن الأول خاص بزمنه والثاني خاص بزمنه، لجواز أن يكون حكم أحد الفعلين في وقت مغاير حكمه في الوقت الآخر. الأول محمول على حاله وزمنه، والثاني محمول على حاله وزمنه.
لأنه لا عموم في الفعل، ليس هناك في الفعل جهة تقول بأن هذا الفعل الذي صدر حكمه مستمر على الدوام، لأنه لا عموم للفعل في ذاته ولا في وقته، لا الفعل في ذاته من حيث إنه فعل فيه جهة عموم، ولا الفعل باعتبار الزمن الذي وقع فيه يدل على أنه مستمر أبدا. وأما تعارض القول والفعل، وأما تعارض الفعل والقول فأحواله كثيرة. تعارض القول والفعل له أحوال وله صفات وله ميزات متعددة، منها أنهما إذا تعارضا، يعني تعارض القول والفعل، ودل دليل على تكرر مقتضى القول أو الفعل، يبقى تعارض القول والفعل ودل دليل على أن مقتضى القول مستمر متكرر، يعني مستمر، أو مقتضى الفعل مستمر فيه بقى أحوال، يبقى دل دليل على أن هذا الفعل مستمر حكمه، على أن هذا القول مستمر حكمه. فإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم المتأخر من القول أو الفعل فهو ناسخ للمتقدم، بس كده. إن كان ده في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودل الدليل على خصوصية ذلك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم التاريخ من المتقدم من المتأخر، فإننا نحكم بأن المتقدم منسوخ والذي تأخر في النزول ناسخ، وعلم المتأخر من القول أو الفعل، يعني علمنا أن الفعل هو المتأخر، وفي حالة أخرى أن القول هو المتأخر، كان المتأخر ناسخا للمتقدم، فهو ناسخ للمتقدم، كما لو قال صوم عاشوراء واجب علي، قال ذلك ثم أفطر فيه قبل وأفطر فيه قبل القول أو بعده، بيقول كده صوم عاشوراء واجب علي وأفطر فيه قبل أن يقول هذا أو أفطر فيه بعد أن يقول هذا، هما حالان، يبقى قال صوم عاشوراء واجب علي وقبل أن يقول هذا القول كان قد أفطر فيه، يبقى دل إيه؟ دل القول المتأخر على نسخ الفعل المتقدم، لأنه هو قبليها كان مفطر، يعني إيه؟ يعني كان عاشوراء في السنة الماضية كان مفطر، رؤيا يأكل ويشرب وإلى آخره، ثم جاء في عاشوراء السنة دي مثلا وقال صوم عاشوراء واجب علي، يبقى هذا القول ناسخ للفعل المتقدم، فعل العام الماضي. طب اعكس، السنة اللي فاتت كان يعني قال صوم عاشوراء واجب علي وصامه، ثم في هذا العام أفطر في عاشوراء، يبقى الفعل ناسخ للقول، ولا تعارض بينهما في حقنا، لأننا لسنا مخاطبين بما خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام دليل الخصوصية لعدم تناول القول لنا. جميل، الصفحة اللي بعد. وإن جهل التاريخ، طب وجهل التاريخ ولم نعلم المتقدم من المتأخر، فأقوال، يعني فهناك أقوال، أحدها أي أحد هذه الأقوال يعمل بالقول. ليه بقى يعمل بالقول؟ قال لأن القول يدل بذاته، اللفظ نفسه يدل على المراد بنفسه، قم، كلمة قم ده يعني نفس كلمة قم تدل على
أن المطلوب القيام، فالفعل بنفس صيغته بنفس لفظه يدل على المراد منه. قم، المراد من هذه الكلمة أنني أطلب القيامة من ذلك الشخص. قال يعمل بالقول لقوته بالصيغة، يعني بسبب أنه دال على مراده بالصيغة واللفظ، وأنه حجة بنفسه، يعني اللفظ بذاته حجة ولا يحتاج إلى دليل آخر يقول بأن ذلك اللفظ حجة، وهو قول الجمهور، أي قول الجمهور من الأصوليين في هذا. وظاهر كلام ابن برهان أنه المذهب، يعني مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وابن برهان له 3 كتب في الأصول، الوجيز والبسيط والمبسوط، وكلها مفقودة إلا الوجيز، وهو من كبار الشافعية، وجزم به الكيا، الكيا الهراسي، كان تلميذ الإمام الحرمين، وكان قرين للإمام الغزالي، وله أحكام القرآن، وله كتب في الأصول نقل منها الإمام الزركشي في البحر المحيط. والأستاذ أبو منصور، أبو منصور الماتريدي، إمام في علم الكلام، وصححه الشيخ في اللمع، شيخ أبو إسحاق الشيراز، له كتاب اللمع وله التبصرة وله المعونة في الجدل وله التنبيه والمهذب. والإمام في المحصول، الإمام الرازي، لا، الإمام الرازي ده مدرسة، مدرسة بمفرده، وله في الأصول 3 كتب، المحصول، وله يعني المنتخب، وله المعالم. المحصول وشرح، شرحه القرافي في كتاب سماه نفائس الأصول في شرح المحصول، مطبوع في 10 مجلدات، محقق على نسخة واحدة. وله كتاب اسمه الكاشف في شرح المحصول، الكاشف للأصفهاني، طبع في 6 مجلدات، وصل فيه الأصفهاني إلى كتاب القياس. أما بقى في كتب الأخرى ما نتكلم في الأصول. والآمدي في الإحكام، ده دول أئمة، ده مدارس يا مولانا اللي نقل الكلام ده. وثانيها، كان الأفضل إن هو يقول لك سمم كده، فأحدها وثانيها تقديم الفعل. قال لا، إذا تعارض القول والفعل ولم نعلم التاريخ فإننا نقدم الفعل على القول، لأن الفعل واضح. طيب أقول لك حاجة، أيهما أفضل، أن أعلمك الصلاة بالفعل أم أشرحها لك بالقول؟ بالفعل. لا، ده الفعل أوضح من القول، لأن الفعل يبين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، يبقى ده بيان بالقول وهو أفضل. واختاره القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا الشافعي. وثالثها، يعني ثالث الأقوال، الوقف، يعني لا نحكم لا بتقديم القول ولا بتقديم الفعل، وإنما نقف، لأن الأدلة تكافأت وتساوت وتوازت أمامنا. ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر ونصره، أبي بكر الباقلاني إمام أهل السنة والجماعة، ونصره، أي ونصر هذا القول من جهة الدليل، يعني رجحه من جهة الدليل ومن جهة اختيار كثير من العلماء. واختاره ابن السمعاني من أصحابنا الشافعية، له كتاب في الأصول اسمه قواطع الأدلة، طبع طبعتين، في طبعة قديمة 5 مجلدات، وفي طبعة حديثة دار الكتب العلمية، مصحفة محرفة مخرفة. وإن كان خاصا بنا فلا معارضة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما مضى ده فين؟ لا، ده بيقول لك ما مضى ده في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
قال فإن كان خاصا بالنبي. طيب إن كان خاصا بنا يعني لم يدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطاب به فلا معارضة في حقه، لأنه لم يخاطب بذلك ولم يدخل في الأوامر التي أمرت بهذا لعدم تناول القول له، لأن القول لا يشمله. وأما في حقنا فإن دل الدليل على وجوب تأسينا به، فإن كان القول، خلي بالك، فإن كان القول خاصا بنا يبقى تكتب كده جنب خاصا، إن كان القول خاصا بنا يبقى القول لم يتناول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناولنا نحن. وأما الفعل قال وأما في حقنا، يعني وأما الحكم في حقنا، فإن دل دليل على وجوب تأسينا به أي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعل من فعل في ذلك الفعل، فالمتأخر ناسخ أيضا للمتقدم، هو فعل ونحن مطالبون بالشرع بأن نتابعه، فنحن مخاطبين بفعله، وهناك قول يعارض ذلك الفعل، وعلمنا التاريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم قولا كان أو فعلا، فيتحصل من ذلك صورتان: فعل فعلا ثم قال قولا لم يخاطب به صلى الله عليه وآله وسلم. القول هنا المتأخر الذي يتعرض مع الفعل ناسخ للمتقدم. طيب العكس ايه اللي حصل؟ انه قال قولا ثم بعد ذلك فعل فعلا، ودل الدليل على اننا مخاطبين بان نتأسى وان نقتدي به في ذلك الفعل، وهو غير مخاطب بالقول، فيكون الفعل المتأخر ناسخا للقول المتقدم. واضحة جدا يا مولانا، كما لو قال في المثال المتقدم: صوم عاشوراء واجب عليكم دوني، ده على سبيل الاحتمال، ده على سبيل التمثيل العقلي، الكلام ده مش موجود. لحسن حد يقول لك هو مين اللي رواه؟ لا، تبقى انت بصراحة يعني محتاج مقابلة تانية خالص. أما إذا لم يدل دليل على وجوب التأسي، ما هو قال صوم عاشوراء واجب عليكم دوني ثم صامه، ولم يدل دليل على أنه يجب علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فلا معارضة، لأن فعله هيبقى إيه؟ خاص بيه، والقول خاص بيه، وخلصت. فلا معارضة في حقنا. فإن جهل التاريخ فالأقوال الثلاثة، هنا مع معرفة التاريخ. طب إن جهل التاريخ، لأن هنا قال وإن علم التاريخ فكذا وكذا، وإن جهل التاريخ يعني تاريخ المتقدم من المتأخر، فالأقوال ثلاثة، يعني هناك من يرجح الفعل، وهناك من يرجح القول، وهناك من يقف. لكن رجح، لكن الأرجح ما صححه ابن الحاجب وغيره من تقديم القول، فكان ابن الحاجب بيقول لا، القول هو أرجح لأنه يدل بنفسه ولا يحتاج في دلالته وفي حجيته إلى دليل آخر يثبت الحجية، والوقف فيما إذا كان خاصا به. يبقى فيما إذا كان نحن يعني مخاطبون به حينئذ نرجح القول على الفعل، وفيما إذا كان خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم
فنحن نتوقف، يعني لا نحكم بتقديم القول ولا بتقديم الفعل. لماذا؟ لأننا غير مكلفين بمعرفة ما كان في حقه صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه. قال: والوقف من تقديم القول، من تقديم القول هنا، والوقف هنا لإشارة إلى إيه؟ إلى ما سبق اللي هو في حقنا. يبقى في حقنا نقدم القول. طب وفي حقه؟ قال: لا نحكم بشيء، نقف. قال: والوقف فيما إذا كان خاصا به، فيما إذا كان الفعل والقول خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم لاحتياجنا. الفرق يعني لاحتياجنا دي وردة على الإيه؟ وردة على الفرق. فكأنه يقول: وسبب الفرق هو احتياجنا في التعبد، يعني في التكليف، إلى أن نعرف ما الذي في شأننا وفي حقنا. هل نحن متعبدون ومخاطبون بالفعل أم مخاطبون بالقول؟ نحن نحتاج إلى شيء منهما، فلذلك كان لزاما علينا أن نطلب الترجيح. وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فما الفائدة من الترجيح؟ أنت لست مكلفا بما كان هو عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لاحتياجنا في التعبد، أي في التكليف إلى القول أو إلى الفعل. والقول أقوى في حقنا نحن، القول أقوى لأنه يدل بنفسه. وأما في حقه فأمر انقضى، يعني أمر انقضى يعني ارتفاعه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، بانتقاله إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، يعني أمر لا حاجة لنا فيه، وأمر سبق ولا يتعلق به شيء، وإن كان عاما لنا وله، وإن كان عاما لنا وله. يعني إيه؟ ما هو بيقول لك: وأما في حقنا فإن دل الدليل، وأما في حقنا وحقه عاما لنا وله، يعني وأما إذا كان ذلك ليس خاصا به وهو مخاطب به ونحن مخاطبون به، كما لو قال في المثال السابق: صوم عاشوراء واجب علي وعليكم، ودل دليل على وجوب تأسينا به في ذلك الفعل وهو صلى الله عليه وآله وسلم أفطر فيه، ودل دليل على أننا ينبغي علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في فعله. فالقول يعني يثبت لنا وجوب الصوم، والفعل يثبت لنا وجوب الفطر مثلا. ودل دليل على وجوب تأسينا، أي الاقتداء به في ذلك الفعل. فإن عرف التاريخ بأن عرف المتأخر منهما فهو الناسخ، أي فالمتأخر منهما ناسخ، سواء كان المتأخر هو القول أو كان المتأخر هو الفعل، قولا كان أو فعلا. وإن لم يعرف التاريخ ولم نعلم المتقدم من المتأخر عادت الأقوال، أي الأقوال الثلاثة اللي هو ترجيح القول، ترجيح الفعل، الوقف. ويكون الأصح في حقه، ويكون الأصح في حق سيدنا رسول الله الوقف. إيه بقى اللي في حق سيدنا؟ هل القول ولا الفعل أرجح ولا لا؟ هنقف ولا نقول بأنه في هذه الحالة القول أرجح في حقه أو الفعل أرجح في حقه، لأنه أمر انقضى ولا نحتاج إلى ذلك المعرفة في تكليفنا وفي عبادتنا. وفي حقنا العمل بالقول، لأن القول أقوى، حيث إنه يدل بذاته وبنفسه، يعني بصيغته. ومحل كون القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم في حقه إذا كان دخوله بالنص، يعني إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل فيه العام بالنص، يبقى نقول إن المتأخر ينسخ المتقدم، لأنه داخل بالنص والفعل كمان بالنص، يعني واضح في
في موضع له، ومحل كون القول المتأخر ناسخا للفعل المتقدم في حقه إذا كان دخوله، يعني إذا كان دخوله في القول كائنا بقى بالنص لا بظهور العموم فيه، لا كان دخوله يعني من جهة إيه؟ من جهة العمومية. يعني مثلا قيل يا أيها المؤمنون وهو من جملة المؤمنين، يبقى دخل بالإيه؟ بالظهور، يظهر إنه مراد. لكن لما يجي يقول لك يا أيها النبي ويدخل ويأتي معه بقية الأمة في النص، في هذه الحالة ده هو داخل بالتصريح، كان قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء، هو قال كده مثلا، يعني يجب على كل واحد صوم عاشوراء. طب ما هو داخل في عموم اللي هو كل، لكن لما يجي يقول لك يجب علي وعليكم صوم عاشوراء، ده واضح اهو، يجب علي وعليكم، ده دخل في القول بالنص، ده بيقول علي وعليكم. يبقى في حالة ما إذا يعني نقول بأن القول المتأخر ينسخ الفعل المتقدم، إذا كان دخول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول بالنص، يبقى إزاي بقى؟ يبقى هو في سنة من السنوات متقدمة أفطر، ثم بعد ذلك قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء. أو في المسألة الثانية بقى اللي هي بالظهور، أفطر أولا ثم بعد ذلك قال يجب على كل أحد صوم عاشوراء. في السورة الأولى فيما إذا دخل بالنص يكون يعني في هذه الحالة المتأخر ينسخ المتقدم، وأما إذا كان بالظهور لا، وإلا يعني وإن كان بالظهور لأن نفي إثبات، فيخص أي فيكون القول مخصوصا بالفعل. يبقى يجب على كل أحد صوم عاشوراء، أقول صوم يجب على كل أحد صوم عاشوراء، ده إيه؟ مخصوص بإيه؟ بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى خرج من هذا العام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجب عليه الصوم يجب عليه، واضحة جدا. وإلا فيخص به مطلقا، يعني وإلا يعني وإن كان دخوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ بطريق الظهور فإنه يكون الفعل مخصصا للقول مطلقا، تقدم القول أو تأخر أو جهل ما تقدمه وتأخره، ولا نسخ حينئذ. ويبقى في بعض النسخ يقول لك فلا نسخ، وأنا اخترت نسخة ولا نسخ أحسن، ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه، لأن التخصيص خلي بالك دي قواعد، التخصيص أهون من النسخ، لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين والنسخ في عمل بأحد الدليلين دون الآخر، إلا إذا كان ذلك العام سابقا، العام سبق اللي هو صوم عاشوراء واجب على كل أحد، يبقى ده على كل أحد تقدم، ومع تقدمه داخل وقت العمل به وعمل به ثم بعد ذلك أفطر.
ودخل وقته ثم جاء الفعل، يبقى هنا بقى بالفعل المخالف له كما مر تقريره، فيكون ذلك من قبيل النسخ. يبقى الأول القول زي ما أنا قلت كده، قال صوم عاشوراء واجب على كل أحد وعمل به والناس صامته، ثم بعد ذلك جاء في السنة في سنة بعد ذلك أفطر فيه. يبقى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه صار هو صلى الله عليه وسلم منسوخا من يعني في حقه ذلك، فيكون ذلك من قبيل النسخ لما سبق أن التخصيص بيان، ولا يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى آخر ما ذكرنا. قال وقد دخل وقته ثم جاء الفعل المخالف له كما مر تقريره، يبقى ده هيبقى من قبيل الايه؟ من قبيل النسخ. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يبقى العام تقدم وفعله، ما هو بيقول لك ثم جاء الفعل وفعله قد تأخر، يبقى اللي هيحصل ايه؟ انه هو هيخرج من القول لكن بطريق النسخ. وهنا نقف عند باب التعارض والتراجيح، وفي اليوم القادم والحصة القادمة نقرأ يعني الإجماع.